راوية، تدرين بإمكانك أن تفتحي حساب بنك وإدارته لسنوات دون مغادرة منزلك وانت قاعدة، أو حتى التعامل مع موظف البنك وحتى يمكن موظف واحد. خلاص عرفت، عرفت منك. يلا. هذه مشاهدينا هي فقرة البنوك الرقمية. هي ببساطة خدمات مصرفية تتم بالكامل عبر الإنترنت، أصبحت شائعة بشكل كبير بعد وباء كورونا. المصارف الرقمية قد تكون مستقلة بذاتها ولا وجود لها على أرض الواقع، أو تابعة لشركة تجارة إلكترونية أو وحدات تابعة لبنوك تقليدية. والأهم أنها تعمل طوال اليوم ولا تلزمك بمواعيد عمل محددة مثل البنوك التقليدية. هذه البنوك تساعد الجميع على الوصول إلى الخدمات المصرفية، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في أماكن تعاني من نقص في البنوك. نرحب الآن مشاهدينا بضيفنا من الكويت، عبد الله المحجم، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة. أهلا بك أستاذ عبد الله معنا. أستاذ عبد الله، دعنا نفهم بداية، يعني أو إذا بتقدر تشرح للناس العاديين اللي ما عندهم خبرة، اللي مثلي اللي ما عندهم خبرة كتير بالشؤون المصرفية والبنوك، شو الخيارات المتاحة بالنسبة لإلي فيما يتعلق بالحسابات البنكية لو ما كانت في أحد البنوك الموجودين بالمدينة اللي أنا مقيمة فيها؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم جميعا، وشكرا على الاستضافة. العمل المصرفي تطور بمحاكاة القطاعات الأخرى المكملة للعمل المصرفي، مثل عمليات التحويل والسحب والإيداع وإتمام المعاملات من شراء وبيع وغيرها. إذا نذكركم في الماضي، عملية التسوق كانت لازم تكون فيزيكال بشخصك، وإذا كانت المنتج غير متوفر في الدولة الواحد يضطر أنه ينتظر سفرته لاقتناء هذا المنتج. وهلأ كل شيء أونلاين. تطور الموضوع إلى أنك أنت تشتري الحين خلال exactly. فصار الموضوع بهذه البساطة، ولأبعد من كذلك أنك أنت ما تدري المنتج تم إرساله لبيتك من خلال الدولة نفسها ولا من خارج، من سرعة التوصيل. محاكاة لذلك تطور العمل المصرفي في القطاع المصرفي، وانتقل من الفروع التقليدية إلى الويب بيجز إلى الموبايل أبليكيشنز، واللي لاقى استحسان كبير وصاحبه مجموعة من التطور في عمليات السيتلمنت وأداء المعاملات. طيب. من النقد إلى الشيكات إلى البطاقات إلى الدفع عن طريق الموبايل. هذا أدى إلى خلق بنك، قطاع جديد في البنوك ما يسمى في الديجيتال بنك، يقدم جميع خدماته من خلال الديجيتال شانلز. فصاحبه سهولة في عملية فتح الحساب، في عملية تحويل، في العمليات كلها. فمثل ما تفضلت، هو الحين الواحد أخوي عبد الله، يعني عذرا بس اسمح لي، أن اليوم مثلا يختلف عن الأونلاين بانكينج لكل بنك موجود، الخدمات المصرفية البنكية عبر الانترنت لكل بنك تقليدي موجود، لأنه أنا واحد من الناس يمكن عندي خبرة بأنه أنا فتحت في أحد البنوك في إحدى الدول الأوروبية، وتحديدا خلينا نقول في بريطانيا، لكن بعد فترة طالبوني بأنه يجب أن أقدم لهم ربما الكشف الضريبي. أنا ما عندي كشف ضريبي، أنا رايح سائح، حتى لا أشيل فلوس معي حولت إلى هذا البنك. كل البنوك هذه الآن الإلكترونية هي نفس الطريقة؟ هي البنك الإلكتروني هو في النهاية بنك يقع تحت نطاق الجهات الرقابية لهذه الدولة، لكن التعامل والاشتراطات قد تكون، يعني احنا نقول في المينيمم ريكوايرمنت من الجهات الرقابية قد تكون أعلى من كذا في بعض البنوك، لكن لا تقل عن هذه الاشتراطات المطلوبة. على سبيل المثال الحين وانت في دولتك طبعا في خطه استراتيجيه لهذا الموضوع. خلينا نبسط اخوي عبد الله، الكويتي او سعودي حاب انه يسافر الى لندن، يقدر بدل ما يشيل وياه فلوسه ويحولها وربما 1000 باوند او 2000 او 10000 او المبلغ ايهما يكون،
هل يقدر عن طريق هذا البنوك وشلون؟ وهل يحتاج إقامة؟ هل يحتاج إقامة صحيح. في بريطانيا عشان يعمل هيك ولا ما في داعي؟ بالضبط 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 بالضبط. وجدنا في 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 جروب بوبيان هناك نقص في هذا في هذه الخدمة، ولذلك أنشأنا بنك ديجيتال نومو في بريطانيا، والآن خلال دقائق معدودة تستطيع أن تفتح حساب في بنك نومو وتحول له، ومن خلال بطاقة واحدة تفتح مجموعة حسابات بعملات مختلفة في نومو، وتروح دولة تتعامل في اليورو بنفس البطاقة يتم خصم من حسابك في اليورو في نومو، إذا رحت مثلا لندن ينخصم من الاسترليني في نومو. نعم سامع يا عادل، هي الحل لمشكلتك من مرتادين بريطانيا. بالضبط. ولا غير كذي، اذا حضرتك من ضمن اللي يسافرون كثير على بريطانيا وحاب تقتني الحين من خلال الابلكيشن ممكن تقدم على تمويل ويتم تمويلك من خلال الابلكيشن، كل هذا بدون اقامه، حتى اقتراض، حتى اقتراض بدون اقامه على ما يبدو. طيب شكرا جزيلا لك اذا من الكويت. حتى الاقتراض. نعم عبد الله المحجم رئيس الخدمات المصرفيه الشخصيه والخدمات المصرفيه الخاصه كان معنا من الكويت. شكرا جزيلا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.